جماعة فيديو جديد على قناتي وفئة التلاتين فيما فوق تجمع. ولو كنت في العشرينات وبتتفرجي على الفيديو ده انا اؤكد لك ان انت هتستفيدي منه برضو. بما ان فترة العشرينات ضاعت مني انا قررت ان فترة التلاتينات تبقى هي فترة العشرينات بالنسبة لي. والمعروف ان فترة العشرينات من اهم الفترات في الحياة، بس فترة التلاتينات اهم ولازم تركزي فيها كويس جدا لان هي مرحلة انتقالية للكبر. هكلمكم النهاردة ازاي انا بعتني بنفسي في سن الـ30 وازاي بعيش الفترة دي كأنها سن العشرينات بالنسبة لي. اللي ما يعرفنيش انا شيماء وبنزل فيديوهين كل اسبوع مرة واحد، يوم الاثنين بيكون دردشة بنات زي ده ويوم الجمعة بيكون عن الترافل واللايف ستايل بتاعي. اول حاجة في سن الـ30 هتلاحظيها على نفسك ان مستوى جمالك زاد. ليه؟ ما بتعرفيش، بتحسي ان انت في منتهى الانوثة اول ما بتعدي سن الـ30 وكل حاجة كأنها نضجت واكتملت، فبتحسي في الفترة دي ان انت في منتهى قمة الجمال. طيب الفترة دي مهمة جدا لانها تعتبر انتقالية لمرحلة كبر السن، فلازم تاخدي بالك كويس جدا من نفسك، تعتني بجمالك، تعتني بجلدك، تعتني بعقلك، تعتني بشكلك الخارجي، حتى بوزنك لازم تهتمي بيه. اول حاجة هنتكلم عنها ازاي اعتني ببشرة. اول حاجة لما بتوصلي سن الـ30 هتلاقي زي ما اتكلمنا ان جمالك بيزيد، بس في حاجات تانية كده هتبتدي تظهر في السن ده، وهي هتلاقي شوية تجاعيد بتظهر، هتلاقي شوية شعر ابيض بيظهر، هتلاقي شوية المرونة بتاعتك بتتأثر. طيب احنا لازم نشتغل على الحاجات دي عشان ما تضيعش مع تقدم السن، يعني ما تحسيش بالشيخوخة وكبر السن مبكر. لا، احنا بنعمل بروتوكول او روتين بنتابعه في سن الـ30 عشان نوصل لسن الـ60 والـ70 واحنا لسه في محافظين على شوية من شبابنا وجمالنا ولياقتنا. هنتكلم عن العناية بالجلد. الجلد ده اكبر عضو موجود في جسم الانسان يا جماعة. اول حاجة بوصي بيها هي استخدام الجوا الشاو، وهي عبارة عن قطعة على شكل قلب مصنوعة من الاحجار الطبيعية او ممكن اي حاجة تانية او اي حجر، مش لازم حجر طبيعي، ممكن تكون معمولة من الميتال، ممكن تكون معمولة من الخشب حتى، مش مشكلة. بس اهم حاجة ازاي تقدروا تستخدموا القطعة دي اللي هي الجوا شو. انا عملت فيديو كامل عن الجوا شو، هحط لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف تحت، تقدروا تعرفوا ايه هي الجوا شو وازاي تستخدموها كمساج للوش. مساج الوش طبعا حاجة مهمة جدا، خاصة عكس اتجاه الجاذبية، دي حاجة مهمة جدا. وكمان احنا ايام ما كنت بدرس اليوجا في مدرسة اليوجا علمونا حركة كده حلوة قوي ان ازاي نعمل مساج للوش عشان نزود الفلكسبيليتي، وكان اختبار بالنسبة لي كان صادم الحقيقة، لان احنا عملنا مثلا على سبيل المثال قالوا لنا نعمل حركة نعمل تويست بظهرنا لورا بايدينا تمام لغاية هنا، فمثلا وصلت للحد ده. بعد ما عملنا مساج لوشنا بالجوشة او مساج بشكل معين للوش، فعلا الفليكسابيلتي بتاعتنا زادت، وفعلا الامتداد بتاعنا الاكستنشن بتاعنا زاد لورا اكتر ما كان اول مرة عملناه. تاني حاجة هتكلم على بلا العناية بالجلد، ان انت لازم مرة على الاقل في الاسبوع تعملي فيس ماسك، تعملي ماسك لوشك. وكمان يا جماعة السكراب، الفيس سكراب مهم جدا. انا ممكن تستخدموا الليفة المغربي، انا بستخدم الليفة المغربي وقت الشاور بعمل سكرابنج لوشي، مهم جدا، او حتى الليفة المصرية المشهورة عادة، لان طبعا وشنا دايما بيعرق، ودايما احنا عندنا في روتيننا لما بناخد شاور دايما بنليف جسمنا بس بننسى وشنا، مع ان الوش هو اللي بيعرق، الوش هو اللي بياخد كمية التراب والعرق والحرارة والبرد والرعد وكل حاجة. فلازم يا جماعة، يعني انا عن نفسي لازم كل يوم بعمل سكرابنج لوشي بالليفه، مش فيس سكراب، مش اللي هو السكراب القوي. انا بعمل مره يعني كل يوم لازم قبل ما انام او حتى الصبح لازم اعمل سكرابنج لوشي كده بالليفه، ان انا انضف وازيل كل الطبقه الميته او الدهون او العرق المتجمع على وشي من بره. بلس ان انت لازم طبعا تعملي فيس ماسك. الفيس ماسك ده تقدري تعمليه في البيت، وفي وصفات كتيره جدا طبيعيه تقدري تعمليها في البيت وتطبقيها على وشك، او تشتري الماسكات الجاهزه الموجوده في السوبر ماركت وتحطيها على وشك. انا على الاقل مره في الاسبوع لازم بستخدم فيس ماسك. تاني حاجة حابة اتكلم عنها، فوق الـ30 لازم ناخد بالنا من اكلنا. الاكل بس مش بس يا جماعة عبارة عن غذاء للجسم، لا، الاكل يعتبر علاج ليكي، ان انت لما بتختاري نوع الاكل اللي انت بتختاريه في سن الـ30 ده هيعود عليكي بعد كده في الـ50 والـ40 والـ60، وهيعود عليكي بصحة وجمال. طيب انا بعمل ايه عشان احافظ على
الاكل بتاعي ان انا اختار اكل سوبر فود. ايه هو السوبر فود؟ اول حاجة لازم الصبح بدل ما باخد الكوفي، يعني الناس اللي عندها عادة ان هي اول ما تصحى الصبح تشرب فنجان القهوة، ده خطر جدا، انت بتنبهي جهازك العصبي بشكل اجريسيف قوي. لا، ان انا اول ما بصحى اول حاجة بعملها بشرب ليمون دافي، كوباية ليمون دافي. والليمون يا جماعة مفيد جدا جدا عشان الكولاجين، والكولاجين معروف ان هو اللي بيمنع التجاعيد، هو اللي بيشد البشرة، هو يعتبر الكولاجين يعتبر زي الاساتك اللي بتشد الجلد فبيخليكي كأنك شكلك شباب. طيب، فلازم كل يوم الصبح اول ما نصحى من النوم نشرب كوباية ليمون دافية. جيبي ليمونة اعصريها على كوباية مية دافية، دي اول حاجة تبتدي بها يوم. بعد كده لما تحسي ان انت عايزة تشربي حاجة فيها كافيين اشربي ماتشا. ايه هو الماتشا؟ الماتشا هو عبارة عن مسحوق اخضر، يعني يعتبر زي الشاي الاخضر، ولكن تركيز الانتي اوكسيدنت مضادات الاكسده فيه عاليه جدا 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 عن الشاي الاخضر. هو شاي ياباني مشهور جدا في اليابان. اليابانيين بيستخدموا الماتشا تي بشكل يومي يا جماعه، وده لان بيحتوي على اكتر من 137 تركيز من الانتي اوكسيدنت عن الشاي الاخضر. يعني الناس اللي بتحب الشاي الاخضر اوكي، لو عندكم تقدروا تستخدموا الماتشا تي بديله احسن بكتير. يعني ايه مضادات الاكسده؟ مضادات الاكسده دي اللي بتحمي الجسم من العوامل المؤكسده. العوامل المؤكسده دي بتبقى موجوده في جسمنا بتزيد مع كبر السن، فاحنا بناخد حاجات تضادها. طيب، العوامل المؤكسده دي هي اللي بتعمل الزهايمر، هي اللي بتعمل اللي هو مرض فقدان الذاكره، اللي هو اللي بتعمل الشيخوخه المبكره، هو اللي بتعمل السرطانات والمشاكل والامراض الاخرى. فاحنا لازم في بدايه الثلاثينات نبدا ناخد مضادات اكسده بشكل مكثف. تاني حاجة بستخدمها غنية بمضادات الأكسدة حاجة اسمها الأساي بيريز، هو توت الأساي. الأساي ده عبارة عن بيريز اللي هو عبارة عن زي التوت، بيبقى موجود في غابات الأمازون في البرازيل. بياخدوا التوت ده زي البلو بيري بالضبط كده، بيجففوه ويعملوا منه باودر. الباودر ده أنا بستخدمه في السموزي بول، ممكن أشربه على مية. أنا بحب طعمه جدا لأنه طعمه سوري يعني حمضي، انا بحب الحاجات السترس او الحاجات اللي هي الحمضيه، فبستخدم دايما يعني في نص اليوم كده. بحب اخد مثلا لو هعمل سموزي بول اي نوع فاكهه هتعملوها سموزي بول، بتحط رشه كده او حتى على الشوفان، حلو جدا بيدي طعم جميل جدا. وزي ما قلنا الاصاي غني بمضادات الاكسده، يعني بيأخر الشيخوخه وبيحافظ على جسمك من السرطانات والامراض. تالت حاجه بستخدمها كمضادات الاكسده هو البولين بي، هو عباره عن تركيز من العسل النحل، او اللي هو يعني مش عارفه ترجمته ايه بالعربي، بس هو يا جماعه غني جدا بالفيتامين بالفيتامينات والاملاح الضروريه للجسم، كمان غني بمضادات الاكسده. والناس اللي داخله على فتره المينوبوز دي مهم جدا ياخدوه، لانه بيقلل الاعراض بتاعه فتره انقطاع الطمس، فده مهم جدا جدا للناس اللي هي في بدايه الاربعينات تاخده. كمان ان هو بيقلل الالتهابات بتاعه الجسم وبيزود المناعه، بلس ان هو هيديكي طاقه جامده جدا جدا. فانا دايما بستخدم البولين بي، باخد منه معلقه بحطها على الكوفي بتاعتي البلاك كوفي، وممكن اشربها الصبح. رابع حاجه بستخدمها بما اني هنا عايشه على جزيره في بالي وهي متوفره جدا بالنسبه لي، وهي السيويد. السيويد اللي هي الطحالب البحريه، الدراسات اثبتت ان هي فيها كميه عاليه جدا 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 من الكالسيوم والفوليك اسيد والمغنيسيوم، والمغنيسيوم ضروري جدا للنوم. كمان الدراسات قالت ان هو في نسبه كبيرة جدا من فيتامين بي 12 اللي هو بي 12، وده دايما هتلاقي الناس اللي هي النباتية او الفيجن، الفيجن بالذات بيبقى عندها نقص في فيتامين بي 12، فدايما بياخدوا حباية لان الفيتامين ده مش موجود غير في العناصر او المنتجات الحيوانية او مصادر المنتجات الحيوانية. بعيدا عن الفيجيتيريان والفيجن لايف ستايل، الناس اللي عندها نقص حديد يا جماعة تزود السيويد في اكلها، بجد في نسبة كبيرة جدا من الحديد، اكتر يعني تقريبا 25% اكتر من اللحوم الحمراء. فالناس اللي عندها مشاكل نقص حديد لازم تضيف السيويد لغذائها، بلس ان هو عنصر غني جدا باليود، واليود طبعا احنا عارفين ان هو مهم لصحة الغدة الدرقية.
كمان الناس اللي حابة تنقص من وزنها الطحالب البحرية او السيويد بتساعد جدا على نقص انقاص الوزن. ليه؟ لان قالوا ان لما بتاخد السيويد مع اكل فيه نسبة دهون عالية هي بتقلل امتصاص الدهون للجسم. يعني لو انت مثلا اخدت 100 جرام على سبيل المثال دهون، هو بياخد 75% من الدهون دي يطلعها بره الجسم، والجسم بيستفيد من 25% من الدهون. فالناس اللي عايزه تنقص وزنها عندكم السيويد. تالت حاجه هتكلم عنها واتكلمت عنها في الحلقات اللي قبل كده، اهميه الرياضه خاصه فوق ال 30. الرياضه مهمه جدا، لان لازم بعد فتره لما بتكبري في السن هتلاقي ان المفاصل بيبقى فيه خشونه. لو انت بتشتغلي عدد ساعات طويلة، بتقعدي من الساعة 8 لغاية الساعة 4 شغل مكتبي، ده كله بيأثر على الجوينت المفاصل بتاعة الجسم. فلازم تعملي رياضة كل يوم الصبح. انا دايما برجح الصبح. ليه؟ عشان بتبقي لسه نشيطة، ما تقعديش تسوفي وتقولي بعد الشغل وبعد الشغل يجي وما تعمليش رياضة. فأحسن حاجة اول ما تصحي من النوم تغسلي سنانك، تروحي على الجيم لو انت مشتركة في جيم، او اسهل حاجة خالص ان انت تعملي 20 دقيقة على الاقل يوجا في البيت. ودايما بنصحكم بتعملوا تحديات الموجودة على اليوتيوب، 30 يوم تحدي عشان تلتزمي وتحسي بالامبروفمنت بتاع جسمك. اول ما تخلصي ال 30 يوم دول اتحداك ان انت مش هتقدري تكملي، هتكملي لان هتحسي بالفرق بيفور افتر في حركة جسمك، هتحسي بسعادة، هتحسي بنشاط. الرياضة بتدينا كده، بتزود هرمون السعادة، فبيخليكي تحسي ان انت you can do anything، انت تقدري تعملي كل حاجة. فأوصيكوا دايما تعملوا على الأقل 20 دقيقة رياضة كل يوم الصبح. وبعد كل وجبة يا جماعة لازم تتمشوا شوية، بجد دي بتعمل فرق كبير جدا في انقاص الوزن. 10 دقايق تمشية بعد كل وجبة مهمة جدا، ولازم تعمليها في روتين حياتك اساس. وهنتكلم على مثال على ده، قصة اديل يا جماعة، المغنية المشهورة كانت من ذوات الوزن التقيل جدا، ومرة واحدة خسرت. طبعا هي على نظام غذائي هيلسي، كلنا عارفين ده، بس هي قالت انا خسيت بطريقة بالصدفة، ان كنت دايما مشغولة، كنت دايما بروح اعمل انشطة الصبح، بقابل صحابي بنروح نتمشى، بعد الظهر بنعمل هايكنج بنعمل نشاط، بالليل بنروح نمشي نعمل. فالحركة بركة، لازم تحرك كتير جدا، ده هيساعدكم جدا على انقاص الوزن. وهتحسوا ان عملية فقدان الوزن مش عملية تقيلة، لا انت تقدري تعملوها، بس لو هتوزعها على مدار اليوم اول حاجة لازم تفكري شوية انت بتاكلي ايه. لازم تركزي جدا في الاكل اللي انت بتاكليه، ابدأي دايما بالسلطة، اشربي الشوربة، بعد كده البروتين، اخر حاجة خلي الكربوهيدرات، لان لما بتخلي الكربوهيدرات في الاخر امتصاصها بيكون اقل في الجسم، فبالتالي بتكون. وعلى ما توصلي للكربوهيدرات، فكرة الكربوهيدرات سواء رز او عيش، طبعا احنا متعودين بنغمس كل حاجة على بعض، نشويات على بروتين على دهون، فده غلط جدا جدا. دايما حاولي تفصلي ما بين الدهون والكربوهيدرات او النشويات، لان الاثنين مع بعض كارثة، بيرفعوا الانسولين جدا وبيساعدوا في زيادة الوزن بشكل مفاجئ. فالاحسن دايما ان انت تبدأي بالسلطة وبالشوربة، بعد كده البروتين لو حسيتي ان انت محتاجة شوية كربوهيدرات. ولا اني دايما بنصح يعني الكربوهيدرات دي تاخديها لو انت فعلا خلاص يعني انت مشتهيه الحاجه، وخديها بكميه محدوده جدا، وقنني الكميه يا جماعه، مهم جدا تقنين الكميه، مهم جدا جدا جدا. وبعد ما تخلصوا وجبتكم اتمشوا. المشي يعني لو انت مش عايزه تعملي يوجا، لو انت مش عايزه تروحي الجيم اتمشي، روحي الشغل مشي، ارجعي من الشغل مشي، اطلعي السلم، ما تستخدميش الاسانسير. حاولي دايما صدقيني دايما لما بتستخدمي جسمك صح، بعد كده هو هيساعدك ان انت تعيشي بشكل ينجر، شكل اصغر، شكل شباب، هتحسي ان انت عندك صحه، عندك طاقه. فلازم دايما تتحرك، زي ما قلنا الحركه بركه، بلس السوبر فود اللي احنا اتكلمنا عنه، والبولين بي، الماتشا، الاساي، الحاجات دي كلها يا جماعه بصوا يعني مراكز طاقه، هتديكوا طاقه كده طول اليوم، وتحسوا كده يعني الدنيا جميله، والناس كل ما حد يشوفك ايه ده انت مش معقوله، انت سنك مش عاطي شكلك، او شكلك مش عاطي سنك زي ما بيقولوا. وده ذات نفسه هيسيب انطباع عليكم حلو جدا، وتحسوا بالفرحه. تاني بوينت في حته الجيم والاكل والكلام ده، لازم تقطعي علاقتك الايموشنال ايتينج، لازم تقطعي علاقتك بالاكل. ما تاكلش لما اكون متضايقه، اصل انا باكل لما اكون متضايقه، اصل انا باكل لما اكون متعصبه، اصل انا في توتر. احنا على طول في توتر، يعني كل يوم لازم في
ساعة كده في اليوم فيها توتر، فيها قلق، فيها ازعاج، فما تربطيش نفسك بالاكل، بطلوا فكرة لما بتوتر ان انا باكل، لا يعني حاولوا كسروا اصنام، يعني الصنم ده كسروه، مش معنى ان انا كده ان انا متوتره ان انا اروح اكل، لا انت كده انت متوتره وبتاكلي وهتتخني، فانت بتكبري المشكله، لا احنا عايزين نحجم المشكله، انت متوتره لسبب ما، والتوتر ده يعني حاجه في حياتنا عاديه جدا، فحاولي ان انت لما تتوتري روحي اعملي شويه يوجا، اعملي استريتشات، اعملي ليون يوجا يا جماعه، بتساعد جدا في تخفيف التوتر. دايما خلي عندك خيارات صحيه في الثلاجه، لما خلاص جعان عايزه بنجينج، عايزه ترمشي اي حاجه، عندك خيار، عندك مكسرات، شويه مكسرات، البوب كورن، طماطم، شيري توميتو، الحاجات دي كلها يعني صدقيني طول ما انت يعني محافظه على مستوى الانسولين في الدم او سكر الدم ما بيحصلش عندك الدروب ده ان انت تشتهي الحلويات. فدايما يعني قبل ما تجوعي ابدأي بالسلطه، ابدأي بخيار، انا بحب الخيار جدا، وال اسمه ايه الثاني ده اللي هو اللوتس الخس، يعني دول اكتر صديقين بالنسبه لي. انا كنت زمان بقى كنت فاكره ان الموز هو الحاجه الصحيه، لا انا باكل خيار دلوقتي بديل الموز، عشان الموز بيرفع الانسولين والسكر فيه عالي جدا. فدايما خلي مستوى يعني ما توصليش لمرحله ان انت تبقي جعانه ان انت هتقعي، لا دايما خلي عندك سناكس صحيه كده لما تروحي الجيم، حتى لو انت حاسه ان انت اول ما بتطلعي من الجيم او بتروحي الجيم جعانه او يعني كده يعني هفتانه، كلي شويه مكسرات، تمرايه، ما نزوديش عن 3 تمرات بالكتير، مع ان انا مش بحب دايما ان انا اخد حاجه مسكره قبل الجيم، يعني انا مش من الناس اللي بحب اكل موزايه او شوفان او تمر قبل الجيم، لان انا عايزه احرق الدهون اللي عندي، فبالتالي بحاول اروح الجيم او العب رياضه وانا عامله صيام متقطع، والصيام المتقطع ده معجزه يا جماعه، ودايما بنصحكم بيه تعملوه صيام متقطع على معده فاضيه. بنشرب عصير ليمون الصبح، ماتشا، الماتشا كمان بتسد، يعني بتحسسك نفسك كده احساس القهوه، عارفه لما تشربي قهوه وتحسي ان انت مش ليكي نفس بعد القهوه، الماتشا بتعمل نفس التاثير ده. انا باخد الكوفي بتاعتي بعد الظهر، وممكن ازود عليها اللي هي البولين بي زي ما قلنا عشان تديني شويه طاقه. فوق ال 30 برضو مهم جدا يا جماعه ان انتوا يكون عندكم حاجه اسمها روتين. الانسان لما بيكون يعني ماشي على روتين ده فعلا بيحسن من حالتك النفسيه جدا، بتحس ان كل حاجه مترتبه حواليكي. اصحي بدري، تمام، اعملي تمارين تنفس، اشربي الليمون الدافي، اعملي شويه يوجا كده، استرتشات يا جماعه بجد احساس رائع. روحي شغلك، خلصي شغلك، وانت راجعه من الشغل اشتري طلبات البيت بتاعتك، التلاجة بتاعتك، ويا سلام لو يبقى عندك انت، لو انت عايشة في بيت اهلك لسه، اشتري، يخلي عندك التلاجة بتاعتك الصغيرة، اللي هي مش الميني بار الصغيرة، لا اللي هي الوسط، اللي هي ما بين الكبيرة مش عارفة هي كام قدم، اقل من 14 قدم، مش عارفة 12 10 قدم، تمام، وخليها في اوضتك، وامليها بقى خيار، امليها مكسرات، امليها خس، امليها بروتينات صحية زي اللحوم، الاسماك، اطبخي للاسبوع او اطبخي، انا كنت بعمل كل يعني بطبخ لكل 3 ايام، وبعمل لانش بوكس كده، بوكسات، وباخد البوكس معايا وانا ماشيه، لو انا مثلا هبقى بره باخد البوكس معايا وانا ماشيه، عشان بضطرش ان انا انقمش او اكل اكل جانك من اللي حواليا. وطبعا لازم يكون ليكي روتين مسائي تدلعي فيه نفسك كده قبل ما تروحي للنوم، كانك يعني زي ما انتوا بتتذوقوا قبل ما تخرجوا، انا بتذوق قبل ما بروح النوم، قبل ما بروح النوم باخد شاور كده دافي او ساقع على حسب ما انا المود بتاعي، تمام، البس الحته كده الحرير الناعمه اللي تدلع جسمي، احس حاجه كده سوفت كده على الجسم حلو جدا. البادي باتر بقى حطوا دلعوا على جسمكم بادي باتر، اعملوا مثلا فيس ماسك كده خفيف، ان شاء الله خيارتين على عينيكوا، ده هيقلل الانتفاخ حوالين العين. اسمعي كده وانت بتعملي روتين مسائي، اسمعي الميوزك كده هاديه لذيذه، تحطك في المود كده حلو. تريك حلو قوي قوي اتعلمتها برده، ان قبل ما تنامي لازم توطي درجه الحراره، يعني درجه الحراره تبقى برد شويه، يعني خليها على 24 25، لان لما بتبقي بردانه شويه وانت نايمه بتنامي بشكل احسن، وطبعا النوم ليه تاثير حلو جدا، مهم جدا على هرموناتنا وعلى صحتنا. حاجه مهمه جدا يا جماعه، ودي يعني بحاول لغايه دلوقتي اعملها بس انا يعني ما نجحتش فيها قوي، ان ازاي اول ما اخلص شغل اعمل شوت داون لدماغي،
يعني الدماغ دي عماله بتفكر في كل حاجه، وخاصه في المشاكل. دايما لما بيبقى عندك مشاكل دماغك منجز ناحيه المشكله. لو انت مبسوطه وسعيده مخك بيبقى في لالا لاند، بيبقى في اي حته غير ان انت بتبقي مبسوطه وسعيده. لكن لما بيبقى عندنا مشكله، بيبقى عندنا وجع، بيبقى عندنا بروبلم، العقل بيبقى مركز معاه عشان يحاول يحلها. فدايما حاولي اول ما تخلصي شغلك، لو عندك مشاكل في الشغل شوت داون. انا طلعت بره اوقات الشغل اعمل شوت داون. انا يعني لغايه دلوقتي يعني بحاول وبفشل وبنجح وبفشل يعني بحاول في الموضوع ده. انا من النوع اللي انا باخد الاحلام مع المشاكل معايا حتى في النوم، ودي برضو حاجه وحشه جدا. ان انت دايما هتلاقي لما بتحلمي بالحاجات اللي انت بتفكري فيها، وفي الغالب بتبقى حاجات وحشه. فدايما حاولي قبل ما تنامي تحضري الافكار الحلوه، فعشان برضو تاخدي جوده نوم عاليه. لازم كده يوم تفاجئي فيه نفسك، تصحي من النوم تقولي ايه ده، النهارده يوم الاجازه بتاعي، انا هدلع نفسي، هعمل ايه، اصحى براحتي، اشرب الهوت شوكليت اللي انا كنت مشتاقه له طول الاسبوع. والهوت شوكليت اعملوه بشكل صحي، من الدارك شوكليت. انا مش بفضل اللبن عشان بيعمل لي حبوب، فبستخدم الالموند ميلك، وعشان كمان سعراته الحراريه قليله جدا. فدايما بحب الهوت شوكليت بالالموند ميلك. فاصحي كده الصبح براحتك، اتدلعي نفسك، اعملي شويه ستريتشات كده وانت قاعده في السرير، اشربي الهوت شوكليت بتاعتك. بلاش بطلوا عاده ان انا اول ما اصحى من النوم اشرب كوفي كده، علشان بتخضوا الجهاز العصبي بتاعكم. لا، اول ما اصحى كده ادلع نفسي، وتقولي النهارده يوم الاجازه بتاعي، دلعي نفسك. يعني مش يوم الاجازه يعني غسيل ومواعين وتنظيف وكنس ومسح، لا، يوم الاجازه بعمل الحاجات اللي انا بحبها. انا بالنسبة لي بحب اقعد اتفرج على فيديوهات على اليوتيوب او قنوات ناس انا بتابعها، ودايما بنصحكم تتابعوا الناس اللي تفيدكم، الحاجة اللي تفيدكم. بطلوا يعني تتابعوا الناس اللي هي بتعمل حاجات هلس وكوميديا على الفاضي. انا بحب الكوميديا بس مش ما تبقاش رخيصة. فدايما تابعوا الناس اللي يزودوا لكم قيمة، يعلموكم تجربتهم الناجحة. فدي نصيحة. دائرة الأصحاب، دائرة الأصحاب دي دائرة مهمة جدا، لأن دايما لما بتحاوطي نفسك بناس سعيدة بيجيبولك السعادة، لما بتحاوطي نفسك بناس جميلة بيجيبولك الجمال، لما بتحاوطي نفسك بناس ناجحة بيجيبلك النجاح. فدايما لازم تختاروا الأصحاب حواليكم، مش أي حد كده تضيفوه في حياتكم، لازم تختاروا بعناية أصحابكم. والأصحاب اللي بتجيب لكم يعني بترشدكم أو بتساعدكم على الطريق الصح، يعني الناس اللي بتحب الماكدونالد والجنك فود ويلا روح المول، اقطعوهم، دول يعني هاي باي كده. لكن الناس اللي هم يلا تعالي نروح نلعب تنس النهارده، وبدل ما هم يعزموكم على كنتاكي وماكدونالد، انتوا خدوهم اعزموا، اتصلي بصاحبتك كده قولي لها يلا انا عازماكي على ايه، على حصه تنس النهارده، على حصه سكواش حلو جدا، كارديو عالي جدا. قولي لها راح تعالي نروح نلعب باسكت بول، تعالي نروح نتكلم في الحوار الفلاني واحنا بنتمشى في التراك بتاع النادي، مش اللي هو تروح تعزموها على الاكل او هي تعزمك على الاكل. لا، تبقي واخده معاكي الدارك شوكليت والبوب كورن كده، وتروحي تعملي الاكتيفيتي انت وصاحبتك الصاحبه الحلوه اللي دايما بتدلك على الخير وتجلبك على الخير. ولو ما لقيتهاش خليكي انت الصاحبه الخير، خدي واحده صاحبتك كده بايديها، شجعيها على الهيلثي لايف ستايل، على اديها طاقه كده ايجابيه، غيري يومها بدل لو هي مثلا زعلانه متضايقه، اعملي حاجه خير ليها. مثلا تعالي نتمشى النهارده، تعالي نروح نتفرج على السينما ممكن، بس انا دايما بختار الافلام اللي هي برده بتضيف لي حاجه، بتضيف لي قيمه، مش بروح اي فيلم كده وهكس والسلام. فخدي صاحبتك روحي اعزميها على قولي لها النهارده انا عازماكي على حصه رقص، روحي اتعلمي رقص الزومبا، روحي اتعلمي رقص اللي هو البيلي دانس، في البول دانس، في حاجات كتير جدا يعني تقدروا تعزموا بعض عليها. انت مره تنس، هي مره سكواش، هي مره زومبا دانس، انت مره بيلي دانس، وهكذا. فهتلاقي ان انت بداتي تخسي، طاقتك بقت اعلى، نفسيتك بقت احسن، محاطه نفسك باصحاب بيفيدوكي، وتحسي بالطاقه كده، بالبوزيتيف فايبس حواليك. فلازم زي ما انت بتعملي السراوندنج اللي حواليك، لازم تختاري الاصحاب، والاصحاب دي مهمه جدا، ازاي تختاروها صح. على سبيل المثال، مش عارفه اهلك طبعا ممكن يكونوا مؤيدينك شويه، الناس اللي انا كان اهلي من النوع اللي كانوا منغلقين عليا جدا،
فقرري النهارده انت واصحابك النهارده حنه يا جماعه. كان زمان واحنا صغيرين بنروح ما بنصدق الجيران، جارتي اتخطبت عشان نروح حنتها، فتبقى يبقى الليله كلها عباره عن رقص. قرري النهارده انت وصاحبتك، قولي لصاحبتك تعالي البيت عندي، افتحي التلفزيون شغلي قناه الاغاني واقعدوا ارقصوا انتوا الاثنين، طلعوا بصوا كل الطاقه، طلعوا 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 طلعوا. فاختيار الاصحاب عامل مهم جدا يا جماعه، ولازم تركزوا في اصحابكم وتختاروا، وكل فتره كده تعملوا تفلتروا الاصحاب، طلعوهم بره حياتكم وتدخلوا الناس الجديده. مش معنى ان هي اضافة لسه جديدة في حياتك ان هي يعني مش مناسباكي. انا معظم او يعني اصحابي الكلوز ليا دلوقتي هم قليلين جدا، وكلهم اتعرفت عليهم وانا كبيرة، يعني وانا كبيرة مش وانا صغيرة. مثلا بالنسبة لي استقليت بنفسي عشان ما كنتش مرتاحة في بيت اهلي، فبدأت اعمل كمان لما انتقلت في المكان ان انا بحبه واستقليت بنفسي، بدأت اعمل اصحاب من نفس دماغي من نفس تفكيري، ودي حاجة مهمة جدا لازم تركزوا عليها. ودي قصة التلاتين ما فوق التلاتين، ولازم يا جماعة تبدأوا من دلوقتي التسويف، وبكرة هبدأ، بكرة ده مش هيجي، انت تبدأي من دلوقتي. اوكي، الفكرة كلها ان انا ليه ببدأ دلوقتي، لان انت بتبني لنفسك روتين، الروتين هيفضل معاكي هيكمل معاكي، فبالتالي مش هتحسي بالاسترس بالالتزام، هيبقى بعد كده هيبقى بتعملوه وانتم مغمضين. انا بصحى من النوم بعمل نفس التاسكات او نفس الحاجات اللي انا بعملها كل يوم، فتحسوا ان الموضوع بدا يسهل معاكم. وده كان فيديو فؤاد التلاتين تجمع، قولولي انتوا في تلاتيناتكم حاسين بايه، والناس اللي في الاربعينات والخمسينات اكتبوا لنا نصايح، اكتبوها لنا تحت، ولو في حد اكبر من كده اكتبوا لنا ايه الحاجات اللي انتوا ندمتوا عليها ما عملتوهاش في التلاتين، وتنصحونا ان احنا نعملها في التلاتينات. انا دلوقتي في منتصف التلاتين، حطيت لنفسي روتين، حطيت لنفسي خطة من اول التلاتينات، والحمد لله ماشي عليها وببدأ اطلع لفوق. فلازم تحطي لنفسك انت كمان خطة، ولازم تعملي حساب بكرة، يعني التجاعيد لازم تبدأي تبني لها من دلوقتي، لازم تاخدي بالك من جلدك من دلوقتي، الوزن لازم تبدأي تاخدي بالك من اكلك من دلوقتي، عقلك، الزهايمر والامراض والشيخوخة لازم تختاري الاكل اللي انت بتاكليه، لان الاكل علاج، لازم تتمشي، لازم تتحركي، لان الحركة بركة، لازم تقري تجيبي كتب، لان المخ محتاج كمان هو عضو، زي ما بتشغلي الجوينت المفاصل، لو انت فضل ليه دايما ايدينا اليمين اقوى من الشمال، لان دايما بنستخدمها، فلازم تقوي عقلك، لازم تقوي جسمك، لازم تقوي روحك كمان، وتشتغلي على الموضوع ده. ده كان فيديو النهارده فئة التلاتين تجمع، ياريت يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ياريت متنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار او اي حاجة عايزين تقولها لي اكتبوها لي في الكومنتس تحت، وانا هرد عليكم فيها، وهكتب لكم او هحط لكم لينكات الفيديوهات المتعلقة بالفيديو ده في صندوق الوصف تحت. اشوفكم في حلقة جديدة، باي باي.